السلام عليكم، اسمي علي الجبوري، اختصاصي الطوارئ في مستشفى رويال ملبورن. حبيت أتكلم عن مرض جائحة كورونا أو الكوفيد 19. المرض خطير وينتشر بسرعة سريعة جدا، ما في أحد من عندنا مستثنى من المرض، كنا معرضين للإصابة. الشيء اللي أنصح به إخواني وأخواتي من أعضاء الجالية العربية هو أنه تسارع للفحص عند شعورك بالأعراض. الأعراض قد تكون فد شيء بسيط مثل أعراض الإنفلونزا العادية، أو قد تكون مثلاً فقدان حاسة التذوق أو فقدان حاسة الشم، وقد تكون الأعراض خطيرة جداً تؤثر على حياتك. لذلك أنصحكم بمسارعة بإجراء الفحص لحماية نفسك ولحماية عائلتك ولحماية المجتمع. ما في علاج لمرض الكورونا أو الكوفيد، الطريقة الوحيدة حتى تحمي نفسك هو أنه تسارع من الآن لأخذ اللقاح. أنا عن نفسي أخذت اللقاح، عائلتي أخذت اللقاح، كل أصدقائي أخذوا اللقاح. اللقاح هو الحل الوحيد الآمن واللي هو مجاني، ما تحتاج إلى بطاقة ميديكير عشان تأخذ اللقاح. تتوجه لأقرب مركز أو تكلم الطبيب الأسرة أو الطبيب الاختصاص تبعك إذا في عندك حالة مرضية، وتسارع لأخذ اللقاح، لأنه هو الطريقة الوحيدة لحماية نفسك، لحماية مجتمعك ولحماية أهلك من هذه الجائحة. وإن شاء الله راح نعديها كلنا مع بعض على خير. شكرا جزيلا، أتمنى تكونوا بأحسن حال.